شايفين عامله لسه خالص اهوت، انا تاني تجربه السطح بتاعنا. تمام، وهنبتدي نحط نشغل الجهاز الاول. تمام، الجهاز شغال. هنبتدي نحط واحدة واحدة حوالي نص كيلو، تمام، 2 كيلو تقريبا. واحد، نقرب هنا نسمع الصوت. الصوت بدأ يعلى. اثنين، ثلاثة، وقف خالص. بعد ثلاثة من دي، ثلاثة بس وقفت خالص وسمعنا الصوت. طيب هنعيد التجربة تاني. نلاحظ الأول هنا الخدش اللي حصل على السطح، باين الخدش حصل على السطح. طيب بنفس الخدش هنعيد التجربة بس هنستخدم المرة دي التيتانيوم أويل. كان معاكم طارق الدناصوري من مصر من فيكون ماليزيا 2014.